السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم في هذا الفيديو المخصص لتصحيح التمرين الثاني من درس الاشتقاق وتطبيقاته دراسة الدوال. لتكن F الدالة العددية المعرفة على المجال E المجال صفر زائد ما لا نهاية، ب اف لي اكس تساوي اكس اس 2 زائد 2 اكس على اكس زائد 1 الكل اس 2. السؤال الاول، حدد عددين حقيقيين ا و ب بحيث لكل اكس من المجال صفر زائد ما لا نهاية اف لي اكس تساوي ا زائد ب على اكس زائد 1 الكل اس 2. ثانيا، استنتج الدوال الاصلية للدالة اف على المجال اي. السؤال الاخير، حدد الدالة الاصلية اف كبيرة للدالة F على المجال E والتي تحقق صورة واحد بالدالة F كبيرة تساوي 5 على 2. السؤال الأول، لنحدد العددين الحقيقيين A و B بحيث لكل X من المجال صفر زائد ما لا نهاية F لX تساوي A زائد B على X زائد 1 الكل أس 2. لدينا F لX تساوي هذا التعبير. إذن هنا سنقوم بمحاولة توحيد المقام. المقام موحد هو x زائد 1 الكل أس 2. سأستعمل كسر وحيد. هذا التعبير عبارة عن متطابقة هامة، هي المتطابقة الهامة رقم 1 x أس 2 زائد 2 x زائد 1. ثم سنقوم بعملية النشر فنحصل على a x أس 2 زائد 2 a في x زائد a زائد b المقام دون تغيير. وهذا التعبير هو تعبير الدالة f، لأن لدينا f ل x تساوي، نحصل على x أس 2 زائد 2 x الكل على x زائد 1 الكل أس 2. بما أن للكسرين السابقين نفس المقام وهما متساويان، فهذا بالضرورة يعني بأن البسط الأول يساوي البسط الثاني. وبما أن هذين التعبيرين عبارة عن حدوديتان، ونعلم أن حدوديتان متساويتان إذا وفقت إذا كان للحدود من نفس الدرجة نفس المعامل. هذا يعني بأن A يساوي 1، معامل x أس 2 هو A، بينما معامل x أس 2 هنا هو 1. معامل x هو 2a، عفوا هو 2، ومعامل x هنا هو 2a، يعني بأن a يساوي 1 الحالة الأولى دائما. ثم التعبير الثالث هنا هو 0 زائد 0، بينما هنا a زائد b، هذا يعني بأن a زائد b يساوي 0. وهذا يستلزم بأن العدد b يساوي ناقص a. أقوم بتحويل a للطرف الثاني فأحصل على ناقص a، و A هو العدد 1، إذن B يساوي ناقص 1. السؤال الثاني، لنستنتج الدوال الأصلية للدالة F على المجال E. لدينا لكل X من المجال صفر زائد ما لا نهاية F لX تساوي A زائد B على X زائد 1 كل أس 2. وجدنا بأن A هو 1 وبأن B هو ناقص 1، ونعلم أن دالة أصلية للدالة المعرفة ب ك بحيث ك عدد حقيقي هي الدالة المعرفة ب kx، ودالة أصلية للدالة ناقص f بريم على f أس 2 هي الدالة المعرفة ب 1 على f. إذن نستنتج أن دالة أصلية للعدد 1 هي الدالة المعرفة ب x، الدالة الأصلية أو دالة أصلية للدالة المعرفة بناقص 1 على x زائد 1 لكل أس 2 هي الدالة المعرفة ب 1 على x زائد 1. لأن ناقص 1 على x زائد 1 لكل أس 2 هي ناقص x زائد 1 بريم على x زائد 1 لكل أس 2، تكتب على شكل f بريم، عفوا ناقص f بريم على f أس 2. ومن هنا نستنتج أن دالة أصلية للدالة f المعرفة بهذا التعبير على المجال E هي الدالة المعرفة ب x زائد 1 على x زائد 1. نعلم أنه إذا كانت f كبيرة دالة أصلية لf صغيرة على المجال E، و G كبيرة دالة أصلية لجي صغيرة على المجال E، فإن F كبيرة زائد G كبيرة
هي دالة أصلية لـ f صغيرة زائد g صغيرة على المجال E. قمت باستعمال هذه الخاصية هنا. ها x هو أو هي دالة أصلية لواحد، وواحد على x زائد واحد هي دالة أصلية لهذه الدالة. إذن نستنتج أن جميع الدول الأصلية للدالة f على المجال E هي الدول المعرفة ب x زائد واحد على x زائد واحد زائد c، بحيث c ينتمي إلى R. هذا يعني أنه عند اشتقاق هذه الدالة سنحصل على هذا التعبير. السؤال الثالث، لنحدد الدالة الأصلية F كبيرة للدالة F صغيرة على المجال E، والتي تحقق صورة واحد بهذه الدالة تساوي 5 على 2. نعلم أن F كبيرة لـ X هي X زائد واحد على X زائد واحد زائد C، بحيث C ثابتة. إذن يجب تحديد قيمة هذه الثابتة، علما بأن F لواحد تساوي 5 على 2. هذا يستلزم بأن F لواحد سأعوض X بواحد في هذا التعبير، فأحصل على 1 زائد 1 على 1 زائد 1 زائد C تساوي 5 على 2. 1 زائد 1 هو 2، فنحصل على هذا التعبير. لإيجاد C سأقوم بتحويل الأعداد الأخرى للطرف الثاني لأحصل على ناقص 1 على 2 ناقص 1. ثم نقوم بتوحيد المقام، المقام الموحد هو 2، فنحصل على C تساوي 2 على 2 وهي 1. 5 ناقص 1 ناقص 2 هي 2. وبالتالي نستنتج أن الدالة الأصلية F كبيرة للدالة F صغيرة على المجال E، والتي تحقق الشرط صورة واحد بهذه الدالة هي 5 على 2، هي الدالة المعرفة ب F ل X تساوي X زائد 1 على X زائد 1 زائد 1. يعني إذا قمنا باشتقاق هذه الدالة سنجد تعبير الدالة F صغيرة، وعند حساب صورة واحد بهذه الدالة سنجد 5 على 2. بهذا أعزائي نكون قد أنهينا تصحيح التمرين رقم 2، فأشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله.